يا دكتور سايبني الواحد يا دكتور، ده انا حبيبتك والله العظيم بندهلك. المبدعة الرائعة الأستاذة عواطف حلمي. يعني حقيقي مهرجان القاهرة للدراما عمل لفتة لطيفة جدا وكلنا تابعناها، وهي تكريم مبدعين، تكريم فنانين حقيقيين، تكريم من غيرهم الفنانين دول يعني المشاهد لا تستقيم. يعني ما انت عندك المشهد الدرامي ده اللي بيبقى فيه عناصر كتير جدا، اهمها يعني او اللي بيقدر يجسد جمال المشهد هو الفنان والممثلين في المشهد، ومش بالضروره بس يبقى النجم او البطله او البطله، لكن في نجوم ايضا يعني نطلق نحن عليهم الممثل المهم، هم يحبوا لقب الممثل لأن هو بيجسد شخصية ممكن يطلع في دور صغير جدا بس يبقى من أهم المشاهد سواء في الفيلم أو حتى على المسرح أو حتى في التلفزيون. وفي نجوم عظام جدا عملوا دور أو اتنين أو بدأوا بدور أو اتنين أو حتى لما يبقوا نجوم يرجع يعمل ضيف شرف لمشهد واحد ويبقى مهم جدا. المبدعة اللي في ضيافتي الآن الأستاذة الفنانة عواطف حلمي، اللي بدأت من يعني من التمثيل من معهد العالي للفنون المسرحية، بعد كده التحاق بمسرح التلفزيون، مسرح الحكيم، المسرح الحديث. فنانة جميلة، زوجة لطيفة، عائلة فنية، وانطلقت ولكن لم تبحث أبداً إنه اسمها يبقى مكتوب فين أو الدور حجمه إيه. المهم إن كل مشهد بتقدمه يكون فعلا مشهد بيؤكد على إبداعها. ضيفتي الفنانة المبدعة عواطف حلمي، مساء الخير. مساء الفل، مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير عليكي. أولا يعني كلميني عن هذا التكريم في المهرجان، كنت متوقعة هذا التكريم؟ لا والله ما كناش متوقعينه، بس دي لفتة جميلة جميلة من الدكتور أشرف زكي. يعني سننا خلاص، يعني احنا نعتبر دلوقتي معتزلين. فشيء جميل ان في هذا العمر وهذا السن ان حد يجي يقول لك متشكرين احنا ليك. يعني فكانت يعني لفته جميله وعظيمه من الدكتور اشرف زكي. يعني طب تعالي نرجع كده في السنين، يعني انت بتمثلي سنوات طويله جدا والتحقتي بالمعهد العالي للفنون المسرحيه وانطلقتي من سنه 62 تقريبا. تعينت 62 بس اتخرجت 63. بس تعينت في مسارح التلفزيون 62. هنا في التلفزيون المصري كانت المسارح كان في الهوسابير. كان المقر في الهوسابير. المقر كان في الهوسابير. طيب وفاكره اول الاعمال اللي عملتيها على المسرح؟ كانت في قلوب خالية. كانت مسرحية قلوب خالية. أهم أستاذ نور الدمرداش. أيوة طبعا أستاذ نور الدمرداش. المشوار ده يعني عمرك ما، يعني أنا دايما بقول إنه الفنان المبدع مش بيهمه اسمه يبقى قد إيه أو الحجم الدور قد إيه، مهم هو هيعمل إيه. بالظبط. أصلح يعني أنت بتخشي بتقول لو قلتي جملة وقلتيها حلو بتثبت، الناس بتحس بيها، بتوصل للناس لما بتقوليها من القلب، بتوصل لقلب الناس. فمش شرط تكون جملة جملتين، مشهد مشهدين. ما كانش ده يقلقك أبدا؟ لا أبدا. كنت حابة التمثيل نوع من أنواع الهواية يعني، أو يعني حباه زي حبا. ما هيجي الدور بتقبليه، ما كانش عندك يعني أي دور كان يجيلي لازم أعيشه. يعني كان الله يرحمه فهمي، الأستاذ فهمي الخولي، كان يقول لي يا عاطف أنت لما بتاخدي دور صغير بتعملي حالة على المسرح. يعني في الغربة مع الأستاذ أحمد بدير كان دور الأم صغير، إنما عملت حاجة يعني كنت بخش
مش عارفه اقول لك انا كانت الحاله عامله ايه، كانوا بيحبوني ازاي وكنت عايشاها، وحاجه باينه وواضحه. فكره مش سهله لانك بتقدمي الدور ده كل يوم. فاكره جمل من اول ما كنت بتدخلي بتقوليها؟ فاكره جمل كده من المسرحيه؟ اه، او من اي دور عملتيه؟ مش فاكره، مش عارفه يعني. انا عارفه انتوا اول ما تدور الكاميرا ما بتنسوش ابدا، بس بنكون حافظين وعارفين الكلام. يعني مين من الاجيال بتاعتك اشتغلتوا مع بعض من الفنانين؟ طالعين الاستاذه هاله فاخر، الاستاذه مديحه حمدي، الاستاذ حسين الشربين الله يرحمه، محمود الحديني. أيوة. دفعتي. اه دفعتي. دفعتي في المعهد. يعني مجموعه يعني، معلش بقى الذاكره. اه طبعا. لا انت جميله جميله واستاذه. انا شايفه هنا في التاريخ في مسلسلات تاريخيه، في مسلسلات حاجات دمها خفيف، في حاجات يعني. انت في ليالي الحلميه الجزء الخامس كنت موجوده. كنت موجوده. كنت مربيه ابن صلاح السعداني الجديد اللي هو اصغر واحد. اللي هو اصغر واحد. اصغر واحد. وحضرتي شويه من كواليس الحلميه. يعني شويه. من كواليس. ولن اعيش في جلباب ابي. ولن اعيش يعني مامة احمد سلام. ايوه كنت مامة احمد سلامه. ايوه. طيب قولي لي الاجواء بقى في الكواليس، الاحساس، علاقتك بالنجوم، علاقتك بالمخرجين، كلميني بقى على الكواليس دي. بصي، انا بتبقى علاقتي بالدور اللي انا بعمله فقط لا غير. بعمل الدور حافظاه، اخش اعمله يعني. مع يعني انا سيئه قوي في العلاقات الاجتماعيه. يعني النهارده عندي شغل، عندي الدور، انا واقفه قدام النجم ده او النجمه دي، اعمل مشهدي، اخد شنطتي واروح. يعني وكلهم بيحبوني يعني، الحمد لله. يعني ما بشتغلش مع حد يعني الا يعني بيكون مبسوط يعني، هو في حالي يعني. بس. طيب هل اقدر اقول انه لان انت في حالك كان ممكن مثلا يبقى عندك يعني ادوار اكتر من كده، وجود اكتر من كده، ولا انت حبيتي انه؟ انا ما بسعاش. ما كنتيش بتسعي. ما بسعي. اللي كان بيجيلك ده لازم كان لازم. دي شغلانه لازم عشان المخرج يشوفك، عشان المنتج يشوفك، هو هيوزع ادوار على مين. فلازم حد يبقى. فانا كنت بعيد يعني، انا ماليش في الحته دي يعني. انا لما اطلب شغل، لما كنت عايزه اشتغل يعني، اقعد اطلب من ربنا، اقول له انا عايزه الشغل، تلاقي الاوردر بيجي، يروح يجيني الاوردر الشغل على طول. أيوة. بجد والله يعني، انا معيش نمره مخرج ولا منتج ولا اي حاجه. هم يكلموكي استاذ عواطف؟ يكلموني. اول ما اقول لربنا سبحانه وتعالى. طب لما يجي لك الدور تقولي لا الدور ده مش عاجبني، انا عملت الدور ده قبل كده، انا عايزه اعمل حاجه احسن. انا بحب التمثيل، احب اقول كل حاجه. لا لا لا، ما عندكيش اعتراض على اي حاجه؟ لا 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 لا. كنتي ام وجده واخت الادوار ناس كتير قوي. عملت الادوار كلها، عملت كل الادوار كلها وسعيده بيها. في رأفت الهجان عملتي أني جزء؟ كنت اول ما يسرى كانت جايه من بره وداخله الفيلا في مصر، وبعدين بتتعرف على الطقم بتاع اللي شغال في الفيلا. ايوه. فانا كنت من احدهم. فقال لها دي اللي هتتولاكي يعني اي حاجه يعني، هي تقدمها لك. قدمت لها القهوه ورحبت بيها، كنت لسه صغيره. انت لسه صغيره برضه. طب قولي لي علاقتك بقى بالفنانات ايه؟ يعني مين كده حسيتي لا يعني دي لطيفه، دي كانت لذيذه معايا، دي سالت عليا؟ كلهم والله. كلهم والله. اشتغلت من الاستاذه يسرى، لدينا اقوال اخرى، ست جميله جميله طبعا يعني. طبعا كلهم. اشتغلت مع الهام شاهين كذا مسلسل برضو. انا علاقتي معاهم يعني انا حلوه يعني. انا ما بتدخلش. مين نجمتك المفضله يعني؟ مين اللي كنت تقولي يا لو يجي لي دور كده قدام فلانه هبقى مبسوطه، سواء من القديم او الجديد؟ لا والله كلهم بنسى. انا كنت اتمنى ابقى زي فردوس محمد. كان نفسك تبقي زي فردوس محمد. الام العظيمه دي. بحبها قوي 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 قوي. وكان نفسك. ما انت بتعملي ادوار حلوه زي فردوس محمد يعني. الحمد لله. الحمد بس لله. كنت شايفه نفسك انك ممكن تبقي فردوس محمد على الشاشه
يعني بص دور يعني... طب انا هسالك على دور دول الفنانه امينه رزق مثلا في حاجات كتير، منها مثلا اريد حلا، فاكره المشهد المهم بتاعها ده؟ لو تم اعاده الفيلم ده تعمليه؟ اعمله. انا كنت شغاله اذاعه في استوديو مدام سميحه ايوب في طبعا، كنت بشغل اذاعه كتير. ايوه فسجلت مسلسل نفس دور دول الام وسجلته خلاص. بعد كده وانا قاعده في البروفات، صاله البروفات، قاعده بسمع فسمع امينه رزق، سمع امينه رزق. فرحت اللي هو المسؤول فبقول له صوت مين ده؟ قال لي ده صوتك. انت افتكرتي صوتك امينه رزق؟ انا افتكرت صوتي امينه رزق. معقوله؟ وبس لما جابني مخرج في الاذاعه عشان اعمل حلقه على امينه رزق عشان اقلدها، قلت له ما اعرفش. انا طلع مني كده، انا طلع ما اعرفش. حبا يعني. يعني لان فيها حته الحنان والحب ويعني نحب الحاجات دي. انا عرفت ان انت كمان جده نور النبوي ابن الفنان خالد النبوي، حبيب قلبي ربنا يبارك له يا رب. ونور مبشر يعني نجم كده. يا رب يا رب. ما حصلش بقى ان انت تطلعي بقى جدته بقى الحقيقيه في التمثيل يعني لسه؟ خلاص. زي ما يجي زي ما يجي. لا انا خلاص يعني مش هشتغل، مش قادره يعني. بس لو تعرض عليكي دور ليه لا؟ انا شايفاكي جميله ومشرقه يعني لو حاجه احبها وحلوه اعملها. تعمليها؟ انما حاجه قليله كده مفيش داعي. بس انت عملتي حاجات من اسمتي ونصيبي، وده كان قريب من كام سنه. لا ما عملتش اسمتي ونصيبي، رحت واستلمت وخدت النسخه. بس ما كملتيش. وما كملتش. ما اعرفش ليه. لا لو تعملي دور حاجه عن مصر، تختاري حاجه، ايه اللي تحبي تعمليه؟ الام الحنونه، الام الكبيره لمصر. الام الحنونه لمصر. اه. مين اكتر ام فنانه كانت تعجبك على الشاشه؟ يعني في اسماء. هي فردوس محمد. فردوس محمد. وبعديها امينه رزق. ده الترتيب. ايوه ده الترتيب. فردوس محمد تحبيها قوي يعني. قوي 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 قوي. كريمه مختار. كريمه مختار طبعا. وكريمه مختار كان في ناس كتير الحقيقه عملوا كتير الادوار دي. بصي الشاشه مليانه. مليانه يعني كلهم حلوين بس كل واحد له طعمه. يعني بيختلف عن التاني، انما مش حد احسن من حد. ايوه. انما في حد ده له طريقه وده له طريقه. صحيح. وانت تحترمي طريقه كل فنان. طبعا. ايه اللي بيعجبك بقى بما ان انت بتحبي فردوس محمد، ايه اكتر حاجه كنت بتحبيها فيها؟ في ادوارها اللي كانت بتقدمها. اللي هي المأساويه. كل ادوارها المأساويه انا بعيش فيها. انت حاسه انه ممكن تجسدي الحزن قوي. يعني الحزن أنا جدا. كان في المعهد يقول لي البكاءه، كان نبيل الالف، استاذ نبيل الالف الله يرحمه، البكاء، يقول علي بكاءه الدفعه. اي حاجه اي حاجه يعني انت الحزن سهل يطلع على طول. الحمد لله. لما الفنانه سوسن بدر واقفه على المسرح وبتقول المبدعه حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، أمام بقى كل الناس والمهرجان ما نقول على الهوى، الحمد لله، وفنان يحيى الفخراني موجود، شعورك كان عامل ازاي؟ الحمد لله. يعني مش عارفه، مش قادره اوصف لك شعوري، واخده بالك؟ بس سعاده وفرحه وحب. وبعدين لما تلاقي الصاله كلها والناس كلها بتسقف لك وبتسقف لجيلي اللي زيي، شيء جميل يعني، شيء ممتع يعني، مش عارفه اقول لك. كان يعني كان يوم سعيد بالنسبه لي جدا 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 يعني. كانت احلى لفته حصلت في المهرجان طبعا، ان احنا في السن ده يقولوا لنا شكرا طبعا. واحنا كمان بنقول لك شكرا. انا ممكن اسقف لك حبيبه قلبي. انا هسقف لك جدا واقول لك ان انت مبدعه، وانت بتقدمي ادوار حلوه، عامله دور الام، وطبعا الجميله فردوس، يعني الفردوس احمد، او الجميله العظيمه امينه رزق، يعني اكيد انت كمان عظيمه وعملتي ادوار جميله يعني. الحمد تفضل لله. مصر دايما كده ولاده. الحمد لله. انا عملت 10 دقائق فيلم، و10 دقائق اللي عملوه لي الاستاذ رامل جبري. هذا الزمان. انا كل ما اروح حته يقولوا لي انت عيطتينا. في لما رحت المغرب قلتي ايه؟ كلموني. قلتي ايه عشان تعيطيني انا كمان ونقفل بقى؟ قلتي ايه؟ ما قلتش، بصيت للكاميرا بس، عيني دمعت وبصيت للكاميرا فقط،
فقط لا غير، ما فيش كلام. اديتي رياكشن يعني. كل الناس عيطت، كل الدنيا يعني يشوف. تمثيلا يعني. يعني الست اللي ابنها رماها وبتاع وهي مستنياه وفرحانه انها هتروح له، وبعدين تفاجئ ان هو بيقول الست دي ودوها دار مسنين او ودوها اي حته. فالنظره يعني لو تشوف النظره دي يعني جابت لي الناس كلها فرحة. طب احنا هنعمل المشهد ده، هناخد الكاميرا، هستأذن المخرج بتاعي، هنعمل كلوز اب للأستاذة عواطف، وانا هبلغك بالمشهد ده وهاخد الرياكشن بتاعك. هنقلع النضارة رياكشن يعني هنعمل، هو المخرج هيديني الكيو واحنا معانا مخرج برضه، وهنقفل وانا هقول لك المشهد. تحبي اسمك يبقى ايه في المشهد ده؟ ست خديجة. أي حاجة. ست محاسن. ست محاسن، أنا هقول لك حاجة. ست محاسن، في دلوقتي جالنا خبر وابنك قرر إنه مش هيقدر يجي يزورك ولا هيجي لك، وللأسف هو عنده مؤتمرات وحاجات وبيعتذر لك، وجارتك هتوديكي دار المسنين. ده انا هعيط يعني، انا كده انت هتعيطي بجد يعني ده مشهد تمثيلي من التاسعة. طب انت هتعيطي بجد؟ لا احنا مش هنعيط، احنا هنلبس النضارة وهنبقى كويسين، وده مشهد تمثيلي من التاسعة. بس كده احنا عشان عارفين ان عندنا مبدعين. انت مبدعة وجميلة، واتمنى ان انت تفضلي تقدمي وتبدعي، لان مصر ولادة، وانتي مش اقل من اي حاجه. زي ما قالوا في المهرجان المبدعه عواطف حلمي، انا بشكرك وبكرمك زي بكل التكريمات اللي خدتيها، ودايما للامام نورتيني وشرفتيني في التاسعة. ربنا يسعدك. طب يا بلاش الدموع بقى، حاجه بقى مفرحه يعني، حاجه حلوه كده لمصر يعني. الحمد لله. بتحبي شاديه اكيد؟ طبعا اكيد بتحبي شاديه. ايوه صح، جدا جدا. خلاص انا يعني هنكمل انا وانتي الطريق مع بعض، نكمل كلامنا، وانا هختم التاسعه. بجد انا النهارده سعيده كده في التاسعه، يعني سعيده بالشاب الجميل الصغير المشرف من اسره مصريه، سعيده برئيس جمهوريه مصر العربيه اللي بيحاول طول الوقت رغم كل مصاعب الدوله وكل الهموم وكل الازمات انه يبقى موجود ويحقق احلام ولادنا وأهلنا من ذوي الهمم اللي كانوا مهمشين بس ما بقوش، بقوم في دولة كريمة مكرمة طول الوقت. وقتي انتهى معاكم التاسعة، يتجدد بإذن الله الخميس المقبل. غدا تلتقون مع زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم، وأنا ألقاكم بإذن الله يوم الخميس. تصبحوا على ألف خير.